النهاردة أول تدريب لفريق النادي الأهلي عقب العودة من تونس يوم الحد الماضي. يمكن الفريق رجع صباح يوم الحد، مارسيل كولر منح اللاعبين والفريق أجازة 48 ساعة. النهاردة الثلاثاء أول مران لفريق النادي الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي، تدريبات يومية حتى الدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة. كل التفاصيل وكل الأخبار وكل المعلومات نعرفها دلوقتي ونطير إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان نعرف ونسمع كل الأخبار الحصرية مع زميلنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي المتواجد حاليا زي ما انتم شايفين في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، المقر التاريخي اللي فيه كل النشاطات المتعلقة بنهاية دور الأبطال، اجتماعات مجلس إدارة، اجتماعات اللجان المشكلة، تدريب الفريق اللي هيكون النهاردة في ميعاد جديد هنعرفه بالتأكيد من خلال زميلنا فاروق صلاح. فاروق مساء الفل. برحب بيك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلاص يا محمد ابتدى العد التنازلي ليوم الحلم، يوم السبت القادم باذن الله، ومباراه الاياب لدور النهائي لدور ابطال افريقيا، المباراه اللي هتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي التونسي اللي هتكون طبعا على استاد القاهره الدولي وهتكون في تمام الساعه 8 بتوقيت القاهره. مباراه الحلم من هنا شوط اول بالتعادل السلبي في ملعب حماد العقربي. ان شاء الله يوم السبت يكون التوفيق ودعوات كل جمهور النادي الاهلي تكون مع اللعيبه ان شاء الله، ودور الجمهور ودور كل فرد في المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي نحقق الانتصار والاحتفاظ باللقب الافريقي باذن الله. باذن الله. طب هبدا معاك اولا، التدريب هيبدا الساعه كام؟ انا عارف الجو عندك حر جدا، ربنا يكون في عونك وفي عون كل الزملاء، لكن التدريب الساعه كام؟ اخبار اللعيبه لو عندك تفاصيل. احنا عارفين الاهلي لما سافر تونس كان بدون السوليه وعبد القادر وكوكا، وكان كمان كريستو وطاهر وخالد عبد الفتاح، لو عندك تفاصيل او معلومات في كل هذه الجزئيات احنا بالتاكيد مستنيين نسمع منك كل الجديد يا فاروق. يعني خليني في البدايه محمد، يعني زي ما انت يعني في مستهل كلامك اتكلمت على امور خاصه داخل مقر النادي الاهلي المقر التاريخي بالجزيره. عايز اقول لك التمرين طبعا كان محدد من قبل ان التدريب هيكون انطلاقه في تمام الساعه السادسه عقب العوده من رحله تونس وانتهى المباراه الاولى. مستر مارسيل كولر زي ما انت قلت محمد وضحت منح اللاعبين راحه لمده 48 ساعه. اليوم الفريق هيستأنف تدريباته نظرا طبعا يا محمد زي ما انت عارف الارتفاع درجه حراره الجو ودرجه الحراره صعبه جدا يا محمد تتجاوز ال 40 درجة مئوية. تقرر يعني الجهاز الفني طبعا والكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي تأخير موعد تدريب النادي الاهلي اللي هينطلق ان شاء الله في تمام الساعة الثامنة على ملعب مختار التتش. ده التعديل اللي تم على موعد تدريب النادي الاهلي. لكن يا محمد خليني اقول لك على بعض الامور قبل ما نتكلم بقى على النطاق الفني او جانب التدريب داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة. تقدر تقول اكتر من اجتماع، يعني النهارده في اجتماع لمجلس ادارة النادي الاهلي، في اجتماعات بتتم من خلال الادارة التنفيذية اكثر من ان احنا ازاي يوم السبت اللقاء والختام والتنظيم يظهر بالشكل اللي يليق الاول بجمهوريه مصر العربيه القوى الكبرى طبعا في كره القدم المصريه والعربيه والافريقيه، وايضا قيمه ومكانه النادي الاهلي في هذا الحدث اللي اعتقد يا محمد الجميع بيعي تماما وعارف تماما قدره النادي الاهلي على الخروج بالشكل الامثل اللي يليق طبعا باسم النادي الاهلي وباسم طبعا جمهوريه مصر العربيه. لجان كتير جدا، لجان مشكله في النادي الاهلي طبعا الاداره التنفيذيه ممثله في الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، العميد علاء صلاح المنسق الامني ومدير امن النادي الاهلي بالجزيره بالتنسيق طبعا مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مع الكابتن الخطيب. طبعا ايضا يا محمد من المقرر غدا ان شاء الله ان الكابتن محمود الخطيب طبعا وفد من مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي هيكون في استقبال بعثه فريق النادي الترجي التونسي اللي ان شاء الله يكون حضورها غدا الى القاهره باذن الله. بناكد على الروح والاخوه اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي زي ما قالوا اهلا بالنادي الاهلي في تونس، بنقول لهم اهلا بيكم في القاهره ان شاء الله 90 دقيقه تكون من نصيب النادي الاهلي. نروح يا محمد للشق الثاني والخاص بتدريبات النادي الاهلي. زي ما وضحنا التدريب طبعا هيكون في تمام الثامنه باذن الله. عايز اقول لك ان على ال 48 ساعه اللي زي ما احنا قلنا او الاعلام او كلنا عارفين ان كانوا راحه، خليني اقول لك ان هم كانوا راحه بالنسبه للاعبين، لكن كان في امور ثانيه. مستر مارسيل كولر ما بياخدش اجازه، يعني عايز اقول لك ان الراجل ال 24 ساعه قاعد بيحضر للمباراه. عايز اقول لك يا محمد رقم هو مش رقم يعني رقم بيتقال جزافي، لا مستر كولر اتفرج على مباراه الاهلي والترجي اكثر من خمس ست مرات. المباراه
الابطال اتلعبت في ملعب رادس، واتفرج على مباراه الترجي مع ماميلودي سان داونز مباراه الاياب، يعني مجموعه من المباريات بيشتغل عليها مستر مارسيل كولر للتحضير لطريقه لعب فريق الترجي التونسي اللي بيلعب بيها دايما خارج ملعبه، لان زي ما انت عارف يا محمد نتيجه التعادل السلبي هي نتيجه خداعه. مستر كولر نسي خلاص الشوط الاولاني، النهارده طبعا هيعقد محاضره مع اللاعبين، من النهارده طبعا بيحط او بيضع الطريقه والاسلوب اللعب اللي هيلعب بيه امام فريق الترجي التونسي. عايز اقول لك يا محمد زي ما انت برضو استعرضت الاصابات، كان عندنا اصابات طبعا يا محمد، انت عارف غابت عن رحله النادي الاهلي الاخيره، خليني اقول لك برضو من خلال قناه النادي الاهلي دايما تبقى معانا يعني اخبار تسعد كل جماهير النادي الاهلي. النهارده باذن الله من المقرر يعني احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا ياخدوا جزء من المران الجماعي للنادي الاهلي. عمرو السوليه محمد تقدر تقول خلاص في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي الموضوع لعمرو السوليه خلال فتره سفر الفريق وتواجده في تونس. طبعا كان في برنامج تاهيلي موضوع لعبد القادر، موضوع لكوكا، موضوع لكريستو، لكن زي ما انا باكد لك ان شاء الله طبعا رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي الدكتور احمد جبله، الراجل ده يا محمد برضو يعني جزء من حقه بعد عودة الفريق. طبعا انت عارف ظروف عملية اجراء عملية علي معلول وتواجده مع علي معلول، ويعني على مدار ال 48 ساعة الماضية موجود مع علي معلول اللي اجرى العملية، ونتمنى له يعود بألف سلامة، واحد من العناصر المهمة جدا في تيم النادي الاهلي، تنسيق طبعا ومتابعة اللعيبة اللي بتعمل التأهيل. فزي ما قلت لك يا محمد ان شاء الله النهاردة نشوف كوكا في المران الجماعي ياخد جزء من المران الجماعي، ايضا احمد عبد القادر ان شاء الله اكد لك يكونوا جاهزين ان شاء الله لمباراة العودة ان شاء الله، ويكونوا من العناصر المهمه مع فريق النادي الاهلي. محمد طبعا انا موجود معاك، اي استفسار اي تساؤل انا موجود معاك. كل التفاصيل وكل المعلومات قلتها يا فاروق، كلمه اخيره لو عندك معلومه او خبر ممكن تختم بيه. يعني تقدر تقول يا محمد زي ما قلنا ان فريق الترجي التونسي هيكون طبعا وصوله غدا بمشيئه الله، يعني زي ما قلنا الكابتن الخطيب هيكون في استقبال الفريق، المقرر ان الفريق هيأدي تدريب غدا الاربعاء، ثم المران الرئيسي اللي هيكون طبعا مفتوح لوسائل الاعلام هيكون يوم الخميس، يوم الجمعه طبعا هيكون المران مغلق. خليني اقول لك ان يوم الخميس ايضا هيكون الفقره اللي يعني او ال 15 دقيقه المحدده للاعلام سواء من النادي الاهلي او النادي الترجي التونسي. هل من الممكن يا محمد ان النادي الاهلي يدخل معسكر مغلق قبل المباراة ب 48 ساعة؟ دي امور لسه طبعا ما اتحسمتش او ما اتحددتش، ان شاء الله ممكن تتحدد يعني خلال التدريب اليوم. عارف ان هي طبعا مباراة صعبة جدا، مباراة مهمة جدا، محتاجين التركيز يعني، وانت داخل من باب النادي يا محمد الجميع كل فرد داخل النادي الاهلي الجميع بيحلم باليوم ده، يحلم بالانتصار، الجميع بيتكاتف علشان نحقق اللقب وعشان يخرج المشهد بالشكل اللي يليق طبعا بجمهورية مصر العربية ويليق بقيمة ومكانة النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناة الأهلي من مقر النادي في الجزيرة، زي ما شايفين طبعا المقر التاريخي أمام نهر النيل وبجوار اتحاد الكرة وبرج القاهرة، مقر تاريخي في مكان تاريخي في أرض الجزيرة.